بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. نستسمح سادة المشاهدين في الخروج إلى الفاصل، وبعد الفاصل نتواصل مع حضرتكم على خير بإذن الله تعالى. أهلا بمشاهدينا في كل مكان. لقد ألقى السحرة بحبالهم وعصيهم في ساحة الميدان، ساحة المبارزة، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أفزع الناس وأخاف الناس وأرهب الناس إرهابا شديدا حين خيلوا إليهم أن حبالهم وعصيهم التي ألقوا بها في الميدان أنها حيات تسعى، فخيلوا لأعينهم ذلك، خيلوا لأعينهم ما لا حقيقة له في الواقع. وكما إن الناس فزعت من امتلاء الساحة بالأفاعي التي خيلها السحرة لأعينهم، كذلك فزع نبي الله موسى عليه السلام لأنه أصابه هذا التخييل كما أصابهم. فإذا حبالهم، قال الله تعالى، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خاف منها سيدنا موسى عليه السلام واضطرب. وصور لنا القرآن الكريم الحالة النفسية اللي عاشها سيدنا موسى في اللحظة دي. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. يعني طبعا القرآن صور لنا الحالة النفسية اللي شعر بيها سيدنا موسى والخوف الشديد اللي اعتراه، حتى يبين لنا إنه من شدة التخييل أخافت، أو شدة التخييل اللي شافها واللي تأثرت بيها عينيه، أخافت نفس الرسول المرسل.
لأنه أحس موسى بالخوف في نفسه، وده بمقتضى الطبيعة البشرية، لأنه رأى شيئا هائلا، وما هو إلا بشر مثل باقي البشر، يخيل إليه ما يخيل إليهم. لكن الله سبحانه وتعالى وعده، وعد سيدنا هارون كما جاء في القرآن الكريم: إنني معكما أسمع وأرى. سيدنا موسى عليه السلام رسول مرسل من البشر، لكنه من البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه بالوحي لحمل الرسالة، لكن كل المشاعر البشرية موجودة فيه. يعني كان من الطبيعي جدا خوف سيدنا موسى أول الأمر، وأول ما لقى الساحة والميدان امتلأ بالثعابين والأفاعي، وأخذت تذهب وتروح وتجيء، ومع حرارة الشمس بدأت تلمع هذه العصي وتلك الحبال وكأنها حقيقة، وهي ليست حقيقة، هي على حقيقتها حبال وعصي، لكن مكر وخداع السحرة جعلها بالعلوم والمعارف والدهاء والمكر والتمويه والخداع وخفة اليد إنها تكون كهذا المشهد الرهيب اللي القرآن نفسه الكريم نبه إلى إنه كان حاجة عظيمة جدا، لدرجة إن نفس سيدنا موسى عليه السلام خاف فأوجس في نفسه خيف، كما خاف كل الحاضرين من ذلك الكم المرعب من الأفاعي والثعابين. فموسى فيه ما في الناس من مشاعر الخوف، إذا ما داهمها ما يخيفها ويوزعها خافت. كذلك خاف موسى من شيء آخر، خاف خوف نفسي من مشهد اللي شافه، خاف كمان سيدنا موسى إنه يفتتن الناس بما رأوا وبما سحروا به أو بما سحرت أعينهم به، لأن سيدنا موسى عليه السلام في اللحظة دي اللي خاف فيها هو لم يلقي شيئا بعد، يعني ما رماش العصاية بتاعته لسه، لأنه كان في انتظار الأمر الإلهي تعالى، أمر الله سبحانه وتعالى إليه بأنه يلقي بالعصا، لم يأتيه الأمر في اللحظة دي، وبعد دقائق، وقد نقول أنه كان بعد ما أصابه حالة الخوف، أوحى الله تعالى لنبيه موسى في تلك الساعة، يعني في هذا الحال أوحى الله تعالى لنبيه موسى في تلك اللحظة الحاسمة إنه لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى، لأنه هم على باطل وأنت على حق، هم على باطل وأنت على حق، لا يفلح كيد الساحر أبدا، لأنه كله تمويه وخداع وغش ومكر واستعمال الأمور وتزييفها أو تصويرها على إن ده حقيقة وهي ليست بحقيقة، الحقيقة هي كل ما اتصل بالله سبحانه وتعالى. فطمأنه الله تعالى وقال له لا تخف إنك أنت الأعلى، وبعد كده أمر وقال له وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. شفت، مش صنعوا صنع ساحر، لا، إنما صنعوا قال إيه؟ كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ده كيد ومكر وخداع وتزييف، عشان كده السحر ده من الكبائر، لأنه كذب وغش وخداع وتزييف للحقائق، الحقيقة هي ما اتصلت بأنوار الله سبحانه وتعالى. وسيدنا موسى ما كانش في يمينه إلا العصا بتاعته، وربنا أمره أنه يلقي بما في يمينه، فألقاها، فإذا هي هذه العصا، عصا سيدنا موسى عليه السلام، تنقلب ثعبان أسود عجيب مخيف، مش زي الثعابين اللي احنا متعودين نشوفها، أو ليست بوصف الثعابين الطبيعية اللي احنا بنشوفها، ثعبان تتحول العصا إلى ثعبان حقيقة. وده الفارق ما بين السحر اللي هو تخيل وخداع وغش، وما بين المعجزة اللي هي حقيقة، تحولت العصا من جماد إلى كائن حي، وكائن حي مفزع وعجيب، ثعبان أسود عجيب يمشي على أربع قوائم قصيرة لكن غليظة وشديدة جدا. والتعبان الضخم ده له ذنب ضخم بيستند عليه
هذا الثعبان عشان يعني يقيم نفسه كده على عليه ويبتدي يشوف، يبص ما يرفع قامته، يبص على كل أو يشرف بهذا الحال أو على هذه الهيئة على جدران المدينة كلها، فيشرف برأسه وعنقه وعيناه تلتهبان نارا، وليه فم واسع كبير ممكن يلتقم المدينة كلها. كان شيء صورة، احنا بنحاول نقرب الشكل لكنه في حقيقته كانت صورة مفزعة، انه هذه العصا تتحول الى هذا الثعبان الضخم. وفي الحال انطلق هذا الثعبان المخيف الى حبال وعصي السحرة التي لا يزال فرعون والحاضرون يتخيلون أنها ثعابين تسعى حقيقة ولم تكن حقيقة، فأخذها الثعبان الضخم يلتقفها ويبتلعها ابتلاعا، وما هي إلا لحظات أو أقل، حتى لم يبقى شيئا منها في هذا الميدان الفسيح، فخلت الساحة وأصبحت بلا ثعابين ولا عصي ولا حبال ولا شيء. بلا شك في اللحظة دي امتلأت قلوب هذا الجمع العظيم الكبير المحتشد، لأنه طبعا هو تم استدعاء الناس، هو يوم عيد وتم استدعاء الناس كمان لحضور هذا المشهد وتلك المبارزة، وكانوا ظنين ساعتها أنه سيقهر أو يغلب موسى، ولكن الله ناصر عبده ورسوله موسى وهارون عليهما السلام. امتلأت قلوب الجمع ده كله بالخوف والرعب أكتر كمان من قبل كده، أكتر من صورة لما ألقى السحرة بالحبال والعصي وتحولت إلى ثعابين، لأنه الثعبان الضخم ده كان مفزع جدا. وهزم سحرة فرعون، وفرعون نفسه من كتر ما خاف واتفزع من شكل التعبان ده كاد قلبه ينخلع انخلاعا من رعب وخيبة ما رأى، وحاول انه يتماسك امام الناس. اما سحرة فرعون الذين خابوا وخسروا كانوا هم اكتر الناس ذهول وتأثر وتعجب واستغراب كمان من هذا الذي جرى امام اعينهم، فهم من أعظم السحرة مش في مصر بس، ده تقدر تقول كانوا من أعظم السحرة في العالم آنذاك، لكنهم يعلمون مكايدهم وعارفين إن هم عملوا ده مبني على المكايد والحيل والمكر السحر، عشان كده ربنا وصفوا بالكيد، بالكيد ما وصفوش بحاجة تانية، وصفوا بالكيد، تجهيزات وترتيبات ومكر وخداع وتمويه واستعمال العلوم عشان تخيل حاجات معينة ويخيل لك شيء على إنه حقيقة وهو مش حقيقة. فطبعا هم عارفين اللي عملوه وعارفين جدا إن اللي عملوه ده أو ما يصنعون ليس بحقيقة، إنما تخيلات وتزييف لحقيقة الواقع. أما ما كان من نبي الله موسى إنما كان معجزة حقيقية لا شك فيها، لا فيها خداع ولا فيها تمويه ولا فيها تخييل، ده بقدرة الله تعالى العلي القدير إن عصا سيدنا موسى تتحول من جماد لكائن حي، ثعبان عظيم يسعى، ثعبان حقيقي، وإنه لو هو مش حقيقي ما كانش هيبتلع ويلتقم العصي والحبال، إنما هو تحول بقدرة الله القادر إلى ثعبان حقيقي. وإن هذه الحالة التي رأوا يعني شافوها ورأوها هؤلاء أو هذا الجمع وهذا الحشد لا يقدر على صنعها إلا الله الواحد القهار الذي لا إله إلا هو، عشان كده ذهل السحرة وخشعوا ثم وقعوا لله تعالى ساجدين لله رب العالمين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. آمنت السحرة بالله تعالى الحي القيوم، آمنوا وسجدوا لأنه قامت المعجزة، قامت المعجزة أمام أعينهم وبان الدليل واتضح وظهر للجميع، وقع الحق وبطل السحر. والحقيقة في هذه القصة وفي هذا الملمح أو في هذا المشهد من هذه القصة مما يوقع في النفوس إنه كيد السحرة والسحر ضعيف،
مهما شافوا الإنسان قوي، الإنسان بيشوفه قوي لما إيمانه بيبقى ضعيف، لما بيقينه في الله بيضعف، يقوم يحس إنه حاجة كبيرة. ده بشر زيهم زيك اللي عاملين الكلام ده. لكن لو تمسكت بالله الحي القيوم، التزمت الأوراد والتحصينات وما ثبت في جاء في التحصينات عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما وجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة، على طول أنا كده هشوف مشاهد قصة سيدنا موسى، وأعرف أنه كيد لا يفلح الساحر حيث أتى، وأنه كيده ده كيد تمويه وخداع وتزييف. لكن المؤمن المتمسك بأنوار القرآن، بأنوار السنة النبوية المطهرة، بأنوار الوحي الشريف، ما يهزوش شيء، حتى لو أجري عليه اختبار أو امتحان، هو شايف بقوة الله القادر أنه يقهر أي شيء، ولا محتاج أروح يمين، ولا محتاج أروح شمال، ولا محتاج اللي يقرأ علي. لا مانع من أهل الصلاح، مش من التجار اللي بيعملوا ده، لكن أنا برضو أقرأ لنفسي وأتعوذ بالله وأتحصن بالله الحي القيوم القهار. هو ادانا القصة دي وجاب لنا المشهد ده، بنعرف هذا التاريخ الإيماني اللي مهم نعرفه، وفي نفس الوقت يزداد إيمان المؤمنين إيمانا على إيمان، ويقين فوق يقين، يقين لا يتزعزع، لأن كل ما اليقين يزيد في قلب الإنسان المؤمن يقهر بنور يقينه أي كيد، أي وسوسة، أي شر يعتقده، ويصبر الإنسان المؤمن ويتحصن بالله الحي القيوم. لا إله إلا الله، سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجد السحرة وآمنوا بالله رب العالمين، لكن فرعون بعد كل اللي شافه ده لم يؤمن ولم يصدق ما جاء به موسى. صدق الله وكذب موسى. ودينا بنشوف في المشاهد كيف كذب موسى من فرعون، وبعد كده كذب من بني إسرائيل، ولم يؤمن معه إلا قلة القلة، وكأن الله سبحانه وتعالى بيصفي الأجيال، القلة المؤمنة، القلة المؤمنة في كل زمان وفي كل مكان. فرعون لم يؤمن ولم يصدق برغم وضوح الآية وبروزها، و إنها كانت آية عظيمة كبيرة. ده بالعكس، ده هدد السحرة. أول لما لقاهم سجدوا آمنوا، قال آمنتم به، كما قص علينا القرآن الكريم على لسانه، قال آمن، قال هنا الفعل عائد لمين؟ لفرعون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تهديد ووعيد بأبشع أنواع القتل. لم تبالي السحرة بما قال لهم فرعون. ليه؟ لأنهم آمنوا. الإيمان يعني تصديق القلب، القلب صدق وشاف حلاوة وذاق حلاوة الإيمان، لم يبالوا بما قاله لهم فرعون. وفيما هم ساجدون أراهم الله تعالى في سجودهم منازلهم في الجنة، وسبحان الله العلي العظيم، هكذا كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام،
والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أون، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي القناة الفضائية المصرية، وسائر مشاهدينا في كل مكان. كل عام وحضراتكم بألف خير وسلام وصحة وعافية وستر وقبول ورضا ونصر وفتوح وأرزاق واسعة بإذن الله تعالى الحي الباقي. ونبدأ على طول، هنوه سريعا على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، ما بجاوبش من خلال صفحات، الإجابة من خلال الشاشة عشان بس نلحق ناخد الأسئلة. أستاذة نادية، أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. اتفضلي يا أستاذة نادية. أيوة أستاذة نادية حضرتك. بصي، والدتي متوفية دلوقتي بقالها زيادة عن 10 سنين، ماشي، بس ليه حضرتك ورثة عند عمها وخالي الله يرحمه، برضه خد الورث وظبط نفسه بيه يعني، بس ما قالش لوالدتي، بس احنا ما عندناش اوراق نتكلم فيه الموضوع ده ولا نعمل ايه؟ ما عندكمش دليل على كده؟ لا. ليه؟ هي لما ماتت ما عملتوش اعلام وراثه ولا حاجه؟ اي لا ما عملناش، هي لها ورث عند عمها، ورث ابوها وورث ابوها كبير، فلما خالي هل استشرتوا طيب قانوني في الامر ده؟ استشرنا بس قال عايزين اوراق، والاوراق دي عند ابن خالي، فمش عارفين ناخدها منه بصراحة. وهو لو انتوا كلمتوه ايه الوضع؟ الوضع ان هو ما فيش حد فينا اتكلم، لو حد اتكلم هنعرف ناخد، بس احنا ما فيش، عمالين نتحايل على احنا سبع يعني سبع اسر، فعايزين نقول له، فمش عارفين مش يعني ان احنا وافقنا غيرنا يرفض كده يعني. طيب. احنا البنات يعني بعضكم موافق وبعضكم لا. بيقول عشان ما فيش حاجة تثبت. طيب شكرا. أستاذة نعيمة. أيوة يا دكتورة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يبارك لك يا دكتورة. آمين. بحبك في الله والله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ربنا يجمعنا على منابر من نور يا رب، اللهم أمين أجمعين. أخويا، عندي أخويا عامل حادثة بقاله سنة، الله يشفيه ويعافيه، الله يشفيه ويعافيه، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه. مقعد في البيت يعني. عنده القلب هو ومقعد في البيت يعني بقاله سنة. أيوة. يعني بيتخانق كده هو وزوجته، أي حاجة تزعله أي حاجة تنرفزه، فبيخصموا بعض بالشهرين، ومعاهم 4 أولاد يعني. مشاكلهم كترت بعد لما هو بقى قعيد يعني. طيب، في 2 متجوزين بيروحوا ويجوا عليهم، وفي 2 لسه. طيب سؤال حضرتك. ايوه، يعني الخصام ده ما بينهم حرام ولا حلال؟ لانهم في البيت مع بعض. هي مراته دي بتسمع لحضرتك لو نصحتيها يا ست نعيمة؟ لا، ده هي طبعا بعيد عني في البيت كده، بعيد عني، هما في مكان تاني. لكن تسمع حضرتك لو اتصلتي بيها بالتليفون وحبيتي تدردشي معاها شويه، تسمعك تسمع نصيحتك؟ طيب حاضر يا استاذه نعيمه، اصل انت تسمعيني من التلفزيون اسمعيني من التليفون. استاذه نعمه. ايوه. اهلا يا استاذه نعمه. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالف خير وسلام وصحه وعافيه يا رب. الحمد لله رب العالمين، ربنا انعم عليا ان انا بشوف رؤيه كامله. ما شاء الله، القوة الحمد لله. الحمد لله، وده طبعا من بدري الحمد لله رب العالمين. فحضرتك بتأثر بيها جامد لدرجة ان انا كنت في الاول مثلا يعني حكيت الرؤية وكده، وتسببت لي في مشكلة، لان ايه، كان جوز اختي وتوفى، فيعني كان واقف معايا ابن خالي، وبعدين واحنا في زيارة ليه وكده، فبقول له ده هو فاضل له يوم او 2 وايه وتوفى. فابن خالي اول ما توفى قال ايه ده نعمة، قالت كذا.
فعملت مشكلة. ففي أخ فاضل يعني كان زميلي في العمل قال لي بصي ما تحكيش الرؤية لحد. طبعا. فأنا من وقتها ما بحكيش طبعا. بس بتبقى جامدة معايا يعني الحمد لله أنا ربنا أكرمني السنة. طيب يعني أنت مثلا جات لك إشارة بشيء معين أو أنا دعي له بقى بالرحمة وأكسف من الدعاء له لأنه خلاص دي آخر أيام وأرشدهم أو أرشد يعني أستعملها بطريق غير مباشر في خير، لكن ما أخدهاش قاعدة مسلمة أن أنا كل حاجة هشوفها لازم تبقى صح حتى لو أغلبها بيبقى كده. لا بس حضرتك معلش يعني أنا مثلا نايمة وأغلب الرؤية بتبقى مع الفجر أشوفها بتحصل كاملة. نعم سيدتي الفاضلة بس هو ما ينفعش. وهقول ليه طيب؟ هروح لا أنا ما بقولش ما هو زميلك الذي نصحك ده راجل حكيم فقال لي ما تحكيش فأنا خلاص يعني خدتها منه طيب. نصيحة. طب ففيما السؤال بقى السؤال نعم. إيه؟ سؤال حضرتك سؤال أنا دلوقتي يعني أنا امبارح ما نمتش ليه أولها شايفة رؤية فصعبة معايا لدرجة الحمد لله رب العالمين أنا بقرأ قرآن على طول يعني إيه صعبة معاكي؟ بتبقى تقيلة على نفسيتي أنا يعني شفتي شيء أخاف نفسك يعني؟ يعني لدرجة أن أنا قاعدة مش عاوزة أنام مع أن أنا بقرأ حضرتك الحمد لله قرآن وأوردة وربنا أكرم علي بعمرة الحمد لله يعني جاب لي هدية من عند ربنا والله يعني مش أقول لحضرتك ربنا طيب. هداني بعمرة طيب برضو أنا ما عرفتش السؤال إيه؟ ما هو السؤال أنا عاوزة يعني يبقى أخف وطأة علي إيه اللي أقدر أعمله عشان تبقى الرؤية خفيفة عليا. انت مش عايزة حاجات تجيلك تعرفك طيب ماشي على نفسيتي يعني لان انا بقول لحضرتك والله ما نمت امبارح والله ما نمت. لا ربنا ان شاء الله يهنئ عينك وقلبك بالنوم الجميل اصلا وانت في صحة وعافية وسلامة. معنا ست ام محمد بس بسرعه يا ست ام محمد معلش ازيك يا دكتوره معلش لا ولا يهمك احنا معلش عندي سؤالين يا دكتوره اتفضلي سريعا كده قولهم لي وحضرتك معلش يا دكتوره بصي انا يعني ايه الحمد لله ضغط بستغفر وبصلي وبقرا قران وكل حاجه بس انا ضغط مثلا لما بفتكر من اللي انا عملته مثلا سواء جبت سيره حد او مثلا عملت ذنب او كده ما قدرش انساه وضمير من ضميري نجح عليا قوي ولا عارفه ان انا مثلا اصلي وبردك في نفس التوقيت افتكر طب يا رب سامحني يا رب اغفر لي طب يا رب يا ترى غفرت لي سامحت لي اطلب من ربنا ان يكرمني مثلا برؤيا ان انا هو الله إن أنا هو الله الغفور الرحيم. ده السؤال الاول. السؤال الثاني ان نفسي تدعي لي ان ربنا يغفر لي ويسامحني ويصلح حال بناتي يغفر لنا ويسامحنا كلنا يا رب نساله ان يغفر لنا جميعا يا رب. طب يعني ضغط بالنسبه لاحساس الذنب اللي انا حاساه جوه يا دكتوره وتأنيب ضميري يعني دي حاجه صحيه اذا ما اتقلبتش الوسواس وحاجه مش صحيه يعني اذا هي صحيه لما تخليني اعمل خيرات مش ابطل صلاه وابطل ذكر عشان انا اخطات قبل كده لا هجاوبك طب اصلي الفجر يا دكتوره وربنا يديم عليكي ربنا يديم عليكي نعمه صلاه الفجر حاضر ويرزقك السكينه والطمانينه واليقين وحسن الظن في الله رب العالمين بأنه غفور رحيم. ألقى حضرتكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم. كانت الاستاذه ناديه قبل الفاصل بتسال بتقول ان والدتها متوفيه الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عن سيئاتها يا رب اللهم امين يا رب العالمين. فبتقول من اكتر بقى لها 10 سنين ولكن ليها ورث كان من عمها. بتقول وخالها معاه الاوراق هل يتكلموا معاه ولا لا؟ هم عباره عن 7 اسر بعضهم موافق يتكلم معاه وبعضهم مش موافق انه يتكلم معاه بحيث انه يطلع الاوراق دي فكل واحد ياخد حقه. طبعا الاصل في مسائل الميراث ان يكون في ورق وطالما ان الموضوع مر عليه فتره مش معناه ان الحق يسقط لا، لكن هنسأل بقى لابد من سؤال متخصص ماهر يعني يكون مثلا محامي شاطر جدا أمين جدا. إيه اللي إحنا ممكن نعمله حتى قبل ما تقعدوا مع هذا الخال وإن أنتوا تتكلموا معاه بحيث تعرفوا أنتوا وقتها عملتوا ما عملتوش ولا عملتوا إعلام الوراثة إزاي حتى السبيل الصح إن إحنا نقدر من الخال ده ناخد الأوراق اللي تثبت لنا الحق. وبعد ما تقعدوا مع المحامي ده
بعد كده وتقرروا كيف تكون الجلسة، تعملوا زي غدا كده ولا عشاء ولا بتاع، وتقعدوا مع بعض. احنا عايزين نقعد نتكلم معاك يا خالي، احنا الوضع 1 2 3 واحنا بس لنا ميراث، كان الحياء مانعنا ان احنا نكلمك، حتى البعض اللي عايز يسأل ده، واحنا بنكلم معاك على اساس يعني كل منا ياخذ حقه، والاوراق اللي مع حضرتك احنا محتاجينها، لان المطالبة بالحق ده شيء يعني من العقل، وفي نفس الوقت ممكن نستعين في ذلك إذا إحنا كأولاد أخته مش هيقبل مننا الكبراء العقلاء الحكماء الناس اللي هو بيسمع لها برضو ممكن يكونوا موجودين في هذه الجلسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق ويصلح الأحوال يا رب. الأستاذة نعيمة أخوها عامل حادث وبقاله سنة وبقى قعيد، فهي بتقول دايما في خناقات مع زوجته، ففي هم متخاصمين بعضهم متخاصمين بالشهر وبالاتنين. يعني هو طبعا أنا هجاوب على نقطة ونقطة تانية أنصح بها وأتمنى أنه توفقوا فيها. يعني النبي علمنا عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ده مطلق الأخوة، فما بالنا بأمر الزوجين اللي ربنا جعل بينهم المودة والرحمة، ولازم يبقى فيه الصبر الجميل، ولازم يبقى فيه الحلم، ولازم يبقى فيه الحكمة. فأشد وآكد، لأن الله تعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قلنا إنه من آكد العقود في الشريعة الإسلامية عقد الزواج، وكل شيء متصل بعقد الزواج ده بيوهن منه، بيضعفه، بيؤثر عليه سلبا، ده شيء منبوذ في الشريعة. وبالتالي إحنا ما يجب أن يكون بين الزوجين، إنه إذا كان في أمر الأخوة العامة نهينا عن أن إحنا يبقى في خصام فوق 3 أيام، فما بالنا ما بين الزوجين. أرجو من حضرتك الدعاء ليهم بصلاح الحال وبالشفاء والعافية لهذا الأخ، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، اللهم أمين أجمعين. ولي نصيحة، لو كانت زوجته بتستمع لحضرتك أو حد من ولادها المتجوزين دول الكبار، يفهمها إن المريض وبالذات اللي قاعد ده بعد ما كان بيتحرك ويروح بيجي نفسيته بتبقى صعبة، هو كان بيروح وبيجي وبيشتغل وبعدين فجأة قعد بقى قعيد، ده أمر ثقيل على نفس الإنسان، هو في ابتلاء شديد، فإحنا نعينه ولا نقف له بقى بالمرصاد؟ أنت قلت أنت عملت، ده وقت خناق ووقت زعل، لا وقت خناق ولا وقت زعل، ده رجل مريض وهي برضو بتخدم المريض، قولي لها أنت بتخدميه ولك أجر طاعة الزوج وبره ورعاية وقت ضعفه، لأنه في وقت ضعف دلوقتي إنه قعيد، وربما ده برضو يكون له أثار على نواحي أخرى، ربما ده اللي مخلي الوتيرة عنيفة بين الزوجين، هي تصبر عشان تاخد أجرها كامل وتخفف عنه الامتحان اللي هو فيه. هي دي النصيحة اللي لازم تتقلها أيتها الأخت الكريمة الرؤوم اللي كلك يعني زعل على هذا الأخ، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، وكل مريض اللهم أمين أجمعين. بالنسبة للأستاذة نعمة اللي بتشوف رؤى كتيرة وهي بتتأثر بيها، وأنا هي تقيلة عليا، القاعدة الشرعية إن الرؤى، وده فهمناه من الوحي الشريف، إن الرؤى من المبشرات، فإذا رأى المسلم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلينفس عن يساره 3 وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره بإذن الله الكريم. إيه النفس ده؟ النفس ده مش بسق، النفس ده بنفخ 3 مرات على الجهة اليسرى، كما هو وارد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قمت شفت حاجة فزعتني، خوفتني، أثقلت على نفسي، هقوم ألتفت بوجهي إلى جهة اليسار وأنفث، أن أنا بعمل هذا النفس نفخ يعني 3 مرات على جهة اليسار مع الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. وننصح بخواتيم البقرة بقلب حاضر وخواتيم سورة الكهف يا صاحبة السؤال. أستاذ محمد معنا وقت؟ طيب هيبقى معنا سؤال 6 أم محمد، وكان في سؤال ياسمين والأستاذ خالد. أستاذ خالد إن شاء الله نجاوبك على شق على الهوى، والشق الثاني في الحلقة المسجلة عن الحديث اللي حضرتك سألت عنه عشان نبقى مطمئنين لأسئلة معنا
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا التوفيق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات، وأن تقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم. Thank you.